وقيصر الأغنية العربية الفنان كاظم الساهر. Yeah.
حبيتها كثير. ما احسن اغنية؟ غالية. عجبتني بيان سور، نحب كاظم الساهر برشا، نموت على الليمه الصغرى، وزيد حتى يسرى ما حنوش حابه تبكل عليها. فماش اغنية هكا حبيتو غنيها وما غنيش ولا برشا؟ انا برشا نحبهم، وليلى حساسي غريب سبيسيالمون حبيت يغنيها ما غنيهاش. ما الحفله حفله تعدات حلوه و صبا هبل هبيل مع كاظم كل شيء هبيل. ايه عجبتني برشا مثل ما بتقولوا. بارك الله عليكم. بزاف 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 بزاف. كاظم من العمالقة، أنا من الساهريات كما نقولوا، يعني نشوفه برشا، ومن يكون عنده سهرات نحاول يعني من قدر ما نقدر نتابعه، ويعني لا يوصف. أكيد يعني كاظم يشرف هذا المهرجان صفاقس، فهو مناسب لوضع تونس الثقل، يعني ترفرف في هذه الأيام بهذه الأجنحة الثقافية. وليلة والله سهرية حلوة برشا مع كاظم الساهر ومع يسرى محنوش، وفرحنا مش ما عجبوني والله، شخت معاهم وجو كبير، وإن شاء الله تونس ديما في خير، وإن شاء الله ديما الفوق. تحفونا ياسر ياسر. في شنو عجبك بالضبط؟ كاظم روعة ما فماش كيف عجبتنا برشا، والساهر ساحر بطبيعته، لكن حبيناه كان زدنا شويه وقت بصراحه تامه، اون برانسيب زدنا في ساعه اخرى، ويسرى تاخذ ساعه تاليه مش نقص. قديش هو عنده ساعه وثلاث كهو؟ بكى الله فيما لا ويعيش ساعتين غير بعض. معنا ابدع، هو روعه معنا بالنسبه للقيصر روعه كاظم الساهر، لكن نورمال مو ساعتين معنا، فهمت؟ باش نمشي للمهرجان قرطاج باش نحضر الحفله نتاع كاظم الساهر، معناها 60 دينار ارخص تيكي والركوب وكل شيء. جبتونا لصفاقس يرحم بوكم يرحم والدك، يعطيكم الصحه يحييكم انتم، ان شاء الله ربي يخليكم